السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، محبي ومتابعي عادل فتحي في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وراحة بال. موعدنا إن شاء الله 1/7 حتى لا ننسى بإذن الله، ونهني عادل فتحي بهذا الرجيم الكيتوجينيك بدون تعب أو إرهاق أو أي شعور بأي ملل، علشان تبقى رسالة كبيرة جدا لفانز عادل فتحي إن هو كله إن شاء الله مش شرط يجيب الوزن المثالي، ولكن يكون راضي عن وزنه تماما بإذن الله في خلال 45 يوم فقط لا غير. بإذن الله تكون راضي عن جسمك وعن رشاقتك بإذن الله. النهاردة أنا عايز أتكلم الأول، هتكلم في موضوع دودة شقاوة ودودة وشقاوة، وحنتكلم قبلها عن رسالة جاتني من أحد المتابعات من إخواتنا العرب، بتقول أنت وأنت بتتناول موضوع زاهية وحلمية، هل ما يحقش للحاجة الكبيرة محدش يتكلم ويقول دي كانت ومانت مهما كان، ده الأم، دي الأم الكبيرة، وتقول زي ما تقول ولها كل التسامح، علشان تبقوا فاهمين لنا ملامة عليها، ولكن حينما نيجي في الجد لازم تعظيم سلام لأي إنسان كبير بلغ من العمر عتية فهي قد تجاوزت 70 عام. هل بيقولوا مش من حقها بدل حلمية ما كانت راحت اسكندرية أو قبلها كانت تروح لأمها وتاخد معها لبنة ويروح يرادوها؟ لا طبعا، واجب على حلمية، وانا متأكد بإذن الله ان الساعات او الايام القليلة ويمكن الفيديو ده بيتعرض هنلاقوا ان حلمية راحت في حضن امها وخدتها في حضنها هي ولبنة، لان دي ام يا جماعة الخير، دي ام، وهم بيحب يعني، ودي الغلطة الوحيدة اللي تحسب لزاهية انها فصلت ما بين الاخوات وبعضها، اما بالنسبة لزاهية فهي مخطئة، حتى لو امها واخدة هذا الموقف كانت تطبطب عليها كل يوم وتقول لها طب عشان خاطر يا ماما. ايوه انا اعرف ان الام بتحب تروح للشخص من اولاده اللي هي بترتاح له، فكان يجب برضو عليها ان هي تراضيها على اخواتها البنات، تقول لها عشان خاطر يا ماما، ده غلبان، حلمية ما تعرفش حاجة، ده مش عارف، ده مثلا يعني، ويبدأ دور زاهية يكون كبير جدا، وبإذن الله الموضوع ده ينتهي، وأنا عارف بإذن الله يعني هينتهي على خير. نخش بقى في مسلسل هابط الآن بيتعمل، وهو حقيقة محسن ما فضلش غيرك، وأنت أساسا لا بياما ولا بشوية، أنت عاملة زي الغراب، لا يتوحم عليكي ولا يتلعب بيكي، خليني بقى الطبق مستور. فبيجي النهاردة يقولوا ايه عملية الموضة كانت زمان ايه، انا حامل، كل اليوتيوبرات يطلعوا في بث مباشر وكلك جايبين شريط وبص ويحطوه في البول، يحطوه في البول عادي وياكلوا، يعني بتحطه في البول بتاعها وتشده كده وتقول اهو، في شرط انا ببقى مش برجع، بتبقى اللوز بتاعت بتطلع بلاقي انا قدام هنا بردها على طول بصوابعي اروح مدخلها، وعادي تاكل بيض وتاكل سمك ولا في اي حاجه. ما هو ايه يعني، ايه يعني حطت ايديها في اناء فيه لمؤاخذه صنه، هو صنه مش بول، هو الصنه عادي في المعادي، والبنات شديده في مصر الجديده، والبنات حلوين في المهندسين ولا يهمهم حاجه. خلصنا من الموضه دي، طلعوا ايه انا حامل، لدرجه واحده يوتيوبر كبير قالت اشمعنى فلانه حامل، انا حامل، وبدا موضوع عندي بقى طب هو ايه يعني، وبدات ستات كبيره 70 سنه تقول انا حامل، يعني موضوع انا حامل ده، وانا اختلفت كتير جدا وقلت مستحيل واحده عندها مثلا 70 سنه وتبقى حامل، قال لك لا ده في جينات مش عارف ماشي، عندنا يوتيوبرات ممكن تحمل لحد سن ال 80، ما علينا. قلنا حد دي، طلعنا بقى ايه ولعت المطابخ ومش عارف تكسير موضة، تلاقي كل المطابخ عنده ولعت، طلعنا في موضة سرقة القنوات تلاقي كل القنوات، طلعنا بقى في موضة ايه هجاجان الرجالة، قال يعني خلاص جت فرة في الرجالة وكله هج، كل اليوتيوبرات هجت، لا حول ولا قوة إلا، طب ليه هجت بها؟ يعني هي اليوتيوبرات من غير حاجة، وحتى لو الواحدة زوجها عمل تصريب او هرب منها ما يصحش انها تطلع في بس مباشر او تطلع في اي فيديو وتنوه او تقول اي شيء، لان دي علاقه خطيره جدا الكلام فيها ما ينفعش، وما تزعلوش مني خاصه المتابعين لما بيخشوا، لان في مؤيد وفي معارض وفي كلام بيبقى قصف 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 للراجل او قصف قصف قصف
للست اللي بتعرض هذه المشكلة، فيبقى لكان يصح ان انا اطلع اقول لكاني ولا ماني ولا دكان الزلباني، لكن مفيش فايدة. طلعنا بقى في هروب الازواج، واخرها مستر كلسون اللي قلب بقى مستر كلوت على الشواطئ، ولا حول ولا قوة الا بالله، لجبس، لحاجات كتير، لبازل، لعم هاني، ودخلنا دلوقتي على شقاوة وعلى زوجته. القناة دي عبارة قايمة على ايه؟ هي بنت عندها 23 سنة وهو شاب، والحدة دلوقتي ربنا مطعمهمش ببيبي، وانا والله ربنا يعلم انا بدعي لهم على المستوى الانساني ان ربنا يكرمهم، لان هم يعني هم مش قد اولادي، انا اولادي اكبر منهم، بس انا ايضا كنت اولادي احيانا بيمروا بهذه الظروف، بيقعدوا سنة واتنين من غير حمل، وكنت بدعي لهم وكان ربنا بيلطف بيهم، فانا بدعي لهم، بس مش بالطريقة دي. ما ينفعش احنا متعاطفين ونفسنا ان دودة دي يبقى لها بيبي، وشقاوة ده يبقى له عيل، وانا عارف يعني ايه غريزة الأمومة في أي بنت أو في أي امرأة، لكن مش بهذا الوضع، مش بهذا الضحك، وخاصة أن أنت بتلعبي على مشاعر كثيرة جدا. أنت إذا كانت قناتك 260 ألف ولا 250 ألف ولا دخل على 300 ألف ولا أكتر ولا أقل، أنا مش مركز، ممكن يبقى فيهم 50 ألف سيدة ما جابتش بيبي، فأنت بتلعبي بمشاعر الناس. ملايين المشاهدات اللي عندك، أكيد في 100 ألف ولا 150 ألف في سيدات ما جابتش بيبي ونفسها تجيب بيبي، فأنتوا بتلعبوا بمشاعرها. المهم حاليا وأنا أراهن أهو، أنا بقول أتمنى لها الخير وإنها تبقى حامل، وأنا بقول إنها مش حامل. عادل فتحي بيقول انها مش حامل، ولو حد الرهان حرام، بس انا مستعد اعمل اي شيء واثبت لكم في النهاية ان مفيش بيبي، ولو طلع في بيبي انا مستعد لاي رهان يتفرض عليه، لان ده مسلسل مش ممكن. الافورة يا جماعة، لما الانسان يأفور افورة كبيرة جدا تعرف ان هو بيعمل حاجة خطأ. يعني لما تلاقي واحد ماسك السبحة وماشي بيسبح بيها وعلامة صلاة كبيرة قوي فيه ولابس الجلباب الأبيض، احترس، لأن هو بيعمل ادعاء شيء ما علشان يقع الفريسة. المهم مش عايزين نسبق الأحداث، أنا بقول مفيش بيبي المرة دي. لقينا بتقول إيه بقى؟ أنا بيسألوها أنت بتاخدي إيه؟ وقالت ما أقولش ما أعملش ما أخليش، ماشي، تهربنا من الأسئلة. المرة اللي فاتت لما قالوا أنا حامل وكلام من ده، برافو يا أم حسين، قالت إن في حادثة عربية وشفنا الإزاز ولا حد متعور، وأنا وصفت لكم الحادثة لو كان في أي حد، لأن في فرق بين الإزاز اليمين والإزاز اللي هو البربيز اللي في الأمامي. البربيز الأمامي لو نزل عليك بينزل زي البودرة، زي البودرة كده، يعني بعد الشر على اي واحد، لو عمل بعد الشر لو عمل حادثه ولقى البربيز الامامي نزل ما يخافش، هيبص يلاقي اكن في قطن بيجي على وشه، لان هو غالي جدا علشان كده، علشان ما يشرحش او يقطع الوش. انما لو اللي في اليمين ونزل كان زمانه دغدغه، لان ده هينزل شطف كبيره حتت قد حبايه الفول وقد حبايه الترمس، فيقطع فيها 100 جرح و200 جرح و300 جرح، وانا يومها وضحت ده. المهم طلعنا نقوله ايه، لقيته طالع زوجها بيقول بقى ليا طفل في الجنه. يا سواد الحلال، يعني عملوا حادثه، نتيجه الحادثه سقطت بقى والبيبي نزل وكلام من ده. الله يرحمك يا امي، كانت لما زوجتي تحمل واقول لها دي حامل تقول لا تقول ولا تعيد ولا اي حاجه الا بعد البيبي ما يتقلب ويبقى ابن 14 اشهر، ده يا ابني شويه ميه، شويه ميه بيعوموا في جسمها، استنى خالص لما يبقى البيبي ابن 4 ابن 5. وادي كانت مراتي وانا وكنت شاب صغير 20 سنه 21 سنه، وما كناش بنعلن الا لما يبدا الحمل يسهر في البطن، يعني ما تقدرش تداريه، نقوله حامل، حامل كام؟ 3 اشهر 4، ما احناش فاكرين، ما بنحسبوش، مش عارفين وكلام من ده، بس احنا بنبقوا مؤيدين وكلام من ده. هكذا يكون. ايه انتوا طالعين؟ ايه هذه العناوين؟ اول حاجه يقول لك ايه؟ روتين الست الحامل. الله، هو في روتين الست الحامل وفي روتين الست العزبه اللي ما بتحملش اللي مش حامل؟ ما تقولوا لنا يا اخوانا، يعني ده روتين وده روتين؟ يعني روتين هتبقى ماشيه ببطنها مثلا والعيل بيتقلب، العيل جاف جنبي، وبعدين روتين تحليل الحمل، الله،
ده هي عناوين بقى ومشاهدة. طيب غير كده، أخيرا ده بانر تاني، أخيرا عملت تحليل الحمل. ما تعملي ولا عنك ما عملتي. هو أنت مش أنت مخلية، هو أنت هتحطوني في غرفة النوم زي بندق، زي بندق وهاجر يوم ليلة الدخلة وزحنا في بث مباشر؟ هو مش بندق قبل كده برضو عمل لنا ليلة الدخلة يا جماعة الخير وزع ليلة الدخلة وقطع ربع ساعة وقلنا له منك لله بتقطع ليه، انتوا كنتوا بتعملوا ايه؟ قال لك لا الحاجات دي بقى لحدة كده، لا انا هطفي النور. طب تطفي النور ليه؟ جاك طف يا قلبك. روتين تاني او عنوان تاني، اخيرا رايحين نشوف ابننا. انا فكرت ان عندهم عيل في الجيش، والله قلت عندهم عيل في الجيش مع ان البنت صغيره وهو صغير، قلت الله عندهم هيشوف ابنهم فين، هو كان في الجيش ولا راجع من بره ولا كان بيشتغل بره ولا الاقي ده رايحين يشوفوه يعني ايه في السونار يعني، يا سلام. وبعدين اخيرا ايه لقيته طالع بقى ليا طفل في الجنه. قال لا ليك طفل في الجنه ازاي؟ كلها حاجات فيك. اهي دلوقتي طالعين بقى احنا المره بقى دي طالعين نقول ايه بقى؟ طالعين نقول مع ان هي كاتبه في عنوان بتقول ايه؟ انا رايحه عند امي لان انا تعبان. قبل ما تقول ان جوزي هرب وبلغ فرار على غرار مستر كلسون او مستر كلوت والاحداث اللي حصلت، قالت انا رايحه عند امي لان انا تعبانه من الحمل. ده العنوان. اولا الحامل ما تتعبش من الحمل الا في الشهر الرابع او في الثالث يعني مع الوحم والكلام ده، ما تقدرش تخش المطبخ ولما تشم ريحه الرز احنا امام بصوا ممثلين فاشلين ويوتيوبرات مش لاقيه حاجه خالص غير حياتها الاسريه، وبعد كده هنتفاجئ بان اليوتيوبرات بتنقل على التواليت. انا دخلت التواليت، انا عملت بيبي 3 مرات، هعمل جايزة. المرة الاولية كانت اكتر ولا التانية ولا التالتة؟ طبعا ازاي انا بقدر اعمل 3 مرات في غير ما بيقدرش يعمل غير مرة؟ ونرجع مش مشكلة، نشيل اللوز مش مشكلة، طالما ان ده المحتوى المصري اللي بيقدم. انا براهن ان مفيش بيبي، مع ان اتمنى عكس ذلك، اتمنى ان ربنا يكرمها ويكرم كل البنات اللي زيها، لكن اللعب بمشاعر الناس حاجة وحشة جدا. وهنتابع ونشوف هيحصل ايه، هل هيحصل و و و ولا هيحصل بقى ليا طفلين في الجنة. كل التحية وكل الاحترام ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.